بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني في سلسلة جافا اف اكس. اليوم ان شاء الله غنتعلمو كيف نتيليشارجيو ونانستاليو جافا ديفلوبمنت كيت جي دي كي و نيت بينز. او لي ليان اللي غنخدم بهم انا غنحطهم في الديسكريبسيون ان شاء الله. فلو بخومي ليان هو ديال نيت بينز. فها اللي هو نيت بينز اباتش بوان اورغ. كان واحد لو سيت ديال نيت بينز خاص به ولكن راه حبس لي فيرسون القدامي. لي فيرسون الجدادين كاملين كتلقاهم دابا فهاد لو سيت هذا نيت بينز بو اباتش بوان اورغ. او هنا دخلت هنايا وها هو لو ليان خصكم تيشارجيو منو. هذا انكوبيتين نيت بينز 10.0 زيب. دونك غنكليكي عليه ونتيشارجيه. ادمان غياخد واحد الدقيقة باش يتيشارجا. وهنايا لاحظوا راهم كيقولوا لي بان جاست ريليزد اباتش نيت بينز 11.1. يعني كيقولك راه كاينه فيرسيون جديده يلاه خرجات هي 11. الو انا عاده لي فيرسيون الجداد ما كنبغيش نخدم بهم مباشره بعد ما كيخرجوا. كنبغي نتسنى واحد شويه حتى كيقدام ياك ما كاين دي بوغ ياك ما كاين دي زيرور حتى كيحلوا دوك المشاكل ديالهم عاد كان تيشارجي. وانا اصلا كنت متيشارجي هاد لا فيرسيون 10 فقلت غنوريكم هاد الفيرسيون. اللي بغى يتيشارجي لا فيرسيون 11 يدخل لهنا و نيم شوز هاي داونلود و هاي تيشارجي. هذا شوف هذا نيت بينز 11.1 بين بوان زيب و غيدير لو ميم طرافاي لي غنديرو من بعد. و على ما يسالي تيشارجمون غنجي جي دي كي. دابا الوغ جي دي كي انا شخصيا راني داير جي دي كي 8. علاش؟ حيت خوكم لي بيسي ديالو على قد الحال. ف عندي فيرسيون 32 فكتجي فكنجي لهاد لو ليان هذا اللي عندو البيسي قديم بحالي غيجي لهاد لو ليان هذا. وغنزل لتحت ها هو جافا ديفلوبمنت كيت 8. وهنا كاينين بليزيوغ فيرسون اللي عندو لينكس اللي عندو الماك اللي عندو السولاري اللي عندو الويندوز. الو كطلع دو ويندوز هي انا 64 و 86. الو 86 هو 32. فهذا انا هذا هو اللي تيشارجيت. هذا كنكليكي عليه من بعد ما ندير اكسبت لايسنس اغريمنت. شو اكسبت لايسنس اغريمنت كدير هادي و تكليكي على لو جي دي كي اللي باغي تيشارجي. مثلا نقد نكليكي على هذا هو اللي يبدا تيشارجمو الى بغيت. انا ما نتيشارجيش ديجا عندي ديجا تيشارجيت مزيان. اللي البيسي ديالو مجهد ماشي 32 عنده بيسي 64 بيسي ديال ان بروغرام قال بصح يقد يجي لهاد لو ليان هذا اللي فيه جي دي كي 12. وهذا هو اخر جي دي كي خرج. اخر حاجه خرجت هي جي دي كي 12 هي لا فيرسيون الاخيره. وهي متى كيكون خرجت في ابريل 16 2019. وغينزل لتحت لا ميم شوز وكتلاحظوا هنا غير 64 شي 64 64 64 64 64 يعني غير البيسيات الجدادين البيسيات المجهدين. ها فكدير عاوتاني اكسبت لايسنس اغريمنت و تيشارجي الفيرسون اللي مناسبك. الو وما تيشارجيش هاد الزيب هذا تيشارجي هاد بوان او اكس او. هذا هو تيشارجي لان هذا سي بلو فاسيل في لانستالاسيون ديالو. الو كتيشارجي و كتبقى سويفون 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 صافي راه كيتانصرا لانستالاسيون ديالو سي فاسيل. ما نوريكم اون ديتاي. الو هاكا ساينا من جو ديكي. دابا نجي نيت بينز سير تيشارجمون. ها هو كنحلو و ها هما لي فيشي. الو اش كدير هنا؟ هنا ما كدير لا انستال لا والو. كدير كليك دغوا اكستراك فايلز و دير كما بغيتي يدير ليكستراكسيون. بغيتو يديرو نيت هنا في الفيديو. ها هو ولما كيسالي كتهز هذا الدوسي كامل دي كوبي. انا ما عنديش هنا باقي يدير ليكستراكسيون. الو كوبي و كتمشي مثلا للسي و تجي بروغرامز و انا هنا دايرو. ها هو نيت بين شتوه الى دخل لداخل راه هما هادو لي فيشي دابا اللي كندير لهم ليكستراكسيون في الفيديو. صاي هاكا راك انستالي نيت بينز ما تحتاج لا سويفون سويفون ولا يعني داروك واحد لا فيرسيون غير كدير ليكستراكسيون كتجيك تحطها في الشومان اللي بغيتي نيت بينز يكون فيه وصاي. كتلاحظو راه هي جافا اف اكس راه اوتوماتيكمون كدوز معاه. فنحبس دابا ليكستراكسيون هنا يعني مريتكم شنو خصكم ديرو و نحذف هادشي عرفتش انا نديرو. والمسألة الأخيرة هي كيفاش دير أن راكورسي في البيرو. ألوغ دابا هما لي فيشي عندي هنا ولكن ماشي فيما نبغي ندخل نيت بينز خصني نجي ندخل لهاد لو شومان هذا وعاد نحلو. خصني أن راكورسي في البيرو فكتجي لدوك لي فيشي لي درتيهم ليكستراكسيون وكتدخل لدوسي بين.
دابا وسط داك نيت بين طلعتو لو دوسي اللي درت ليه ديكستراكسيون اللي غتكون دوسي ديكستراكسيون غندخل لداخل ونجي بين وها هو هاد نيت بين الا عندك 64 غاتبقى 64 الا عندك غير 32 بحالي غاتجي لهذا غاتجي لهذا ودير كليك دغوا اونفوي فيغ بيرو كري ان راكورسي صاي تنجي الراكورسي اللي عطاني في بيرو وندوبل كليكي عليه ها هو كيتحل نيت بين صافي وهكذا غتكونوا مستعدين باش في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو نوت بروميي بروغرام اون جافا اف اكس وكنتمنى الستاسيون تكون دازت عندكم بدون مشاكل ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله.